متابعي ومشاهدي موقع تلفزيون الوطن، احنا معاكم من مدينة مرسى مطروح، بنقل لكم اجمل رحلات بحرية والسيارة البحرية تكس البحر الجميل بيتنقل ما بين الشواطئ. استمتعوا معنا بهذه الجولة المثيرة، كونوا معنا خلال هذه اللحظات. أعزائي متابعينا، احنا طبعا هنلتقي مع أحد عشاء مطروح هيكلمنا عن التجربة الجميلة في عربية البحر اللي بيستمتع بيها مع أسرته الكريمة. يعني كلمة سريعة كده لكل اللي بيتفرج علينا وبيشوف مطروح، قول لنا عن تجربتك في العربية البحرية. جميلة بصراحة، هي حاجة جميلة أوي بصراحة، أول مرة بصراحة أنا أجربها. يعني قول لي مستمتع بيها ازاي انت واسرتك؟ بدايتها جميله، المتعه بدايتها جميله قوي الصراحه، والبيبي اللي معاك والاسره مبسوطين. طيب الحمد لله الحمد لله، ايام مبسوطه قوي. دايما 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 زي ما حضراتكم متابعينا على شاشه تلفزيون الوطن، كنا بننقل لكم اجواء الجمال والالعاب البحريه الجميله ومتعه المصطافين وهم بيستمتعوا هنا بالبحر. كونوا معنا واستمتعوا بباقي جولات العربية المجنونة في البحر. زي ما حضراتكم شايفين بتمشي بسرعة الصاروخ، وحاجة متعة ما بين الشواطئ في مرسى مطروح.